السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم معاكم، لنسعى من خلال التواصل معاكم في كل ما يدور حولنا من أخبار وتطورات ومتابعة أيضا مستمرة بروح الفريق الواحد لأهم الأحداث والتداعيات أولا بأول. ونبدأ أخبارنا بإحصائيات وزارة الصحة لمرض كوفيد 19. حالات الشفاء 246 والإجمالي 4339، حالات الإصابة 841 والإجمالي 15691، حالات العناية المركزة 161 والحالات اللي تأخذ العلاج 11234، حالات الوفاة 6 والإجمالي 118. في الوقت اللي نشوف فيه عدد الإصابات بكوفيد 19 تزيد، أيضا ولله الحمد والفضل والمنة نشوف حالات الشفاء أيضا بارتفاع مستمر، وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود الطواقم الطبية اللي تواصل الليل بالنهار للسهر على سلامتكم وصحتكم. أبنائنا بدر الخلفان طالب عائد من السفر تشافى ولله الحمد من كوفيد 19، وأيضا سارة الموسوي طالبة طب متطوعة بالصفوف الأمامية أيضا تشافت من الفيروس، كانوا معنا في مداخلتين. خلونا نتابع معاكم اتصال ومداخلة كل واحد فيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص الأعراض اللي عانيت منها خلال إصابتي بفيروس الكوفيد 19، أسأل الله أن يبعدها عن الكل. أنا الحمد لله ما حاشتني أي أعراض، سواء من صداع أو من حرارة أو أيا كان، فلهذا السبب أنا ما تلقيت أي نوع من أنواع العلاج كوني ما عانيت من الأعراض نهائيا. أما بخصوص من وين تلقيت العدوى، كوني طالب راجع خلال رحلات الإجلاء الأخيرة، فأتوقع أو الممكن تلقيت العدوى من المطار. وحاب أنصح الناس أن يلتزمون فترة الحظر والاستماع إلى توجيهات وزارة الصحة والداخلية، وإن شاء الله أزمة وتعدي. أنا متطوعة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وكان في معانا متطوع طلع أنه هو كورونا بوزيتيف، فأنا رحت سويت الفحص بما أني كنت أشتغل معاه. بس أنا ما أقدر يعني أفكر أنه مثلا من وين أخذت العدوى، ولا من شخص معين، ولا من طريقة معينة. هو بالنهاية فيروس، إحنا ما ندري من وين ممكن يصيبنا، هو شيء ما ينشاف، ممكن يكون سطح أي شيء، يدة باب سيارة، صيدلية رحت، أو أي شيء. يعني ما أقدر أقول والله أنا أخذتها من مكان معين، لأنه هو فيروس بالنهاية، ما حد يدري هو من وين أخذها، يعني ما يقدر نكون متأكدين من هالشيء. العلاج اللي أخذتها بالمستشفى صراحة هو ماكو علاج حق الفيروس اللي أنا شفته، يعني كانوا يعطوني مقوي مناعة، يعطوني فيتامين سي فيتامين دي، كانوا مسوين لي تست إنه مثلا يشوفون أي شيء عندي ناقص كانوا يعطوني إياه عشان يساعد يخفف علي الأعراض، وبنادول إذا ارتفعت حرارتي أو إذا حاشني عوار جسم وايد يعني ثقيل. بس للأمانة ما كنت أشوف أنه وايد يساعد، فأهما بالمستشفى كانوا دائما يحرصون على أنه يقوون المناعة، يعطون أشياء تقوي المناعة، ناكل أشياء تقوي المناعة، الفيتامين سي دائما كل يوم يعطوننا كانوا، ودائما يحاولون يركزون على أنه تكون معنوياتنا ونفسياتنا وايد أوكي عشان نقدر إن إحنا نتجاوز هذه الفترة. شنو أنصح الناس؟ أنصح الناس أقول لهم إن اللي قاعد يطلع من البيت ديروا بالكم على نفسكم، وسووا كل شيء يعني عشان يعني تحافظون على صحتكم، تلبسون الماسك، تلبسون الجلوفز، لما تردون البيت تفسخون بطريقة صحيحة، تغسلون إيدكم، لأن يعني ما تدرون شنو ممكن يصير. الله يحفظكم من كل شر. وفعلا يعني اللمة بين الأهل والقعدة بالبيت والنومة على فراشكم والبيتكم، بيتكم بالنهاية أريح مكان تكونون فيه، لو شنو يعني
لو شنو تكونون زهقانين ولا ملانين ولا لا يعجبوتكم من قاعدة البيت، وايد أحسن من قاعدة المستشفى أو قاعدة بعزل أو نومة بسرير مو سريركم أو ما تسمعون حس أهلكم حولكم. يعني وايد وايد يفرق على نفسية الشخص خصوصا بهالأوضاع. يعني الوضع وايد قاعدين نمر بفترة صعبة عالميا، يعني احنا مو بس بالكويت اللي قاعدين نمر بهذه الأزمة. ففعلا يعني سريرك ولا سرير المستشفى وبيتكم وصوت أهلكم ولا هدوء الممرات. فديروا بالكم على نفسكم، وإن شاء الله فترة وراح تعدي علينا كلنا ونرجع أحسن من قبل. ومثل ما قلت إن شاء الله كلها أيام بتفرج ونحتاج شوية صبر. إن شاء الله تعدي الأزمة على خير، والله يحفظكم جميعا. مشكورين وايد، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بإذن الله راح نسمع أخبار تصيرنا قريب يا رب بإذن الله. منفذ وصيب البري ما زال يستقبل الأخوة المواطنين العائدين من المملكة العربية السعودية الشقيقة، واللي تستمر حتى 20 من هذا الشهر. تستمر عودة المواطنين القادمين مع ذويهم عبر منفذ وصيب البري وسط استعدادات تامة من جميع الجهات المعنية لتسهيل دخولهم إلى أرض الوطن. اليوم السادس في إجلاء المواطنين عن طريق المنفذ البري في نويصيب. عندنا احنا خدمتين، خدمة الباصات للعوائل الكبيرة أو اللي عندهم شنط وأمتعة كثيرة، وعندنا خدمة الباصات اللي هي فولفو جيبات تشغلها. احنا راح ناخذهم من المنفذ الخفجي اللي في السعودية وننقلهم من الخفجي إلى الخيران لعمل السوايبز والفحوصات، ومن بعدها اللي ما عنده سيارة نوديه لبيتهم، وعادة أهاليهم ناطرينهم برا في الخيران. تدي شغلنا هنا أول شيء الجوازات يخلصون، بعدين يجون عندنا تعقم السيارة بشكل كامل وتفتش وتروح من ضمن المواكب لمنتزه الخيران لإجراء الفحص اللازم من ضمن الحجر المنزلي. الإشراف على التفتيش على السيارات وعلى البضائع على كلها، يعني فترة الإجراء نكون متواجدين هنا حق المسافرين، فترات ثانية نكون متواجدين على البضائع اللي جاي. المواطنين القادمين عبروا عن سعادتهم الغامرة بوصولهم إلى أرض الوطن وسط استقبال وترحيب من مختلف الجهات العاملة في منفذ ويصيب، مثمنين الدور الكبير لكافة الجهات والقطاعات الحكومية. أشكر صاحب السمو طال عمرك أميرنا الوالد الغائد جزاه الله خير ويطول عمره إن شاء الله ويخليه لنا دخر، وأشكر الجوازات وما قصروا وساعدونا بأي طريقة، يعني ما عطلونا بأي شيء. أشكر السفارة الكويتية في دولة المملكة العربية السعودية. تحويل المواطنين القادمين إلى محجر الخيران لإجراء الفحوصات الطبية وفق الآلية المتفق عليها مع السلطات الصحية. الحرس الوطني جهود كبيرة ومستمرة ودشن استخدام الخوذة الحرارية لقياس درجة الحرارة عن بعد، وذلك لتوفير بيئة آمنة لمنتسبي الحرس الوطني خلال أداء مهامهم. بناء على توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني بتوفير كافة سبل الحماية لمنتسبي الحرس الوطني من انتشار كوفيد-19، دشنت مديرية الخدمات الطبية في الحرس الوطني استخدام الخوذة الحرارية لقياس درجة الحرارة عن بعد. اتخذت خلية إدارة الأزمة الصحية في الحرس الوطني عدة خطوات في هذا الشأن، حيث تم تكليف مديرية الخدمات الطبية بتوفير الأجهزة والمعدات الخاصة بمواجهة هذا الوباء، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من هذه الخطة وهي الكاميرات الحرارية، والتي ساهمت بشكل مباشر في إدارة الحالات المشتبه فيها. واليوم إن شاء الله ندشن المرحلة الثانية وهي الخوذة الحرارية، والتي سوف تساهم في توفير بيئة عمل آمنة ضد هذا الوباء.
تم استخدام الخوذ الحرارية في كتيبة حماية تميم المعسكرات وتفعيلها على بوابات الأفراد في الرئاسة العامة ومعسكرات الحرس الوطني. فكرة عمل الخوذ الحرارية هي قياس درجة الحرارة عن بعد، مما يضمن تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي وعدم المخالطة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المنتسبين داخل الحرس الوطني. وزارة الصحة بدأت استلام صور تطبيق شلونك بعد انهاء الحجر المنزلي لعدد من الأخوة المواطنين العائدين من الخارج، وحددت وزارة الصحة عددا من المراكز الصحية لاستلام السوارة، ونشاهد تقرير الزميل نجيب القحطاني ونرجع لكم مرة ثانية. هو اليوم الأول لتسليم السوارة اللي موجودة مع الذين كانوا في الحجر. احنا موجودين اليوم في مركز الرمثية التخصصي، خلنا نتابع معكم هذا التقرير. اليوم يعتبر أول يوم تسليم أول دفعة اللي هو اللي خلصوا الحجر المنزلي، 28 يوم من خلصوا الحجر المنزلي. كل واحد منهم عند التسليم البداية أول ما وصلوا عندهم السوارة وعندهم ونزلوا تطبيق شلونك، هذا التطبيق اللي يسوي لهم تريسينج أو تتبع فترة وجودهم بالحجر. طبعا هذا مع نظم المعلومات وزارة الصحة، هم اللي مسؤولين عن هذا التطبيق وهم اللي قاعدين يتابعون الموضوع. فإحنا الأطباء هنا كل طبيب فينا في كل مركز مسؤول عن هذه الخطوات وعن ضمان إن كل محجور يسلم سوارته وإن الأمور طيبة. من 28 تخلصت تسلم السوارة تجيني حيل فاضي قدامي، كان واحد تقص السوارة تسوي الباركود كل شيء بإلكتروني. على طول بطلت البرنامج ولقيت السوارة وقصوها وقالوا مع السلامة. إيه خلاص سلمناها الحين طلع منك شنو عاد نرد البيت ونكمل عاد الحظر الكلي. إجراءات تسليم السوارة شلونك؟ ما تطول أكثر من 3 دقائق من دخولك المركز حتى وصولك إلى الهيئة التمريضية وتتوكل على الله. نقول يعطيكم العافية يا وزارة الصحة. رغم الظروف الاستثنائية اللي تمر فيها البلاد، إلا أن عملية الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء والماء تتواصل لضمان تأمين خدمة الكهرباء والماء للأخوة المواطنين والمقيمين. نشاهد تقرير الزميل فريد دشتي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحن حاليا في إحدى محطات الكهرباء والماء، شاهدوا معنا هذا التقرير. تم بحمد الله الانتهاء من جميع أعمال الصيانة لهذا الموسم 2019-2020 في محطة الزور الجنوبية، وتقريبا أتممنا الصيانات على جميع وحدات إنتاج الكهرباء وإنتاج الماء، والباقي تقريبا باقي لنا آخر وحدة في مرحلة التجميع النهائية، وبقية الوحدات تقريبا في وحدتين اليوم خلت بالخدمة إحدى التوربينات البخارية إحدى الوحدات، وإن شاء الله خلال هذا الأسبوع راح تدخل وحدة أخرى. أطمن شعب الكويت وأهلنا بالديرة أن الحمد لله وحدات الطاقة راح تكون إن شاء الله على كامل الاستعداد في محطة الزور الشمالية في تزويد شبكة الكهرباء وشبكة المياه بإذن الله، وعيالكم موجودين وإن شاء الله ما نبيكم تحاتون. مشاهدينا الكرام، شفنا إجراءات السلامة والحمد لله الرسائل التطمينية من إخوانكم وعيالكم مهندسين الكويتيين في محطة الزور الكهرباء والماء. قواكم. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، لو قلنا أن الحياة ستعود في القريب العاجل إلى يعني طبيعتها، شنو ردة فعلكم في هالحالة؟ بلا شك راح تكون الحالة المعنوية عالية، وأيضا تشعرون بسعادة لا يمكن وصفها. يعني التفاؤل مطلوب في هذه الحالة، التفاعل والتفاؤل مطلوب خاصة في مثل هذه الظروف اللي نعيشها. هذه كانت انطباعات الناس بعودة الحالة طبيعتها في البلاد قريبا. خلونا نشوف انطباعاتهم ونعرف شنو قالوا. فتح صفحة جديدة مع الحياة بعد انتهاء فترة الحظر الكلي في 30 من مايو الجاري من خلال استئناف الروتين اليومي بالعودة إلى العمل أو إلى مقاعد الدراسة أو السفر، تلك أبرز أمنياتي وتطلعات الكثير من المواطنين والمقيمين. إن شاء الله نخلص من هالوباء ويفتح البلد. إن شاء الله مثل ما حكوا أنه راح تفتح تدريجة، وإن شاء الله ترجع الأمور مثل ما كانت وأحسن حسب الإرشادات، وإن شاء الله الكل يلتزم فيها. بعد 30 مايو أنا عندي سفرة الخارج، يعني بغير جو شوية الحمد لله. أنا لأن صاحبة سكر لازم الكمام علي، هذا معروف أنا، يعني حتى قبل لا يصير هذا الأشكال إحنا لازم نلبس لأننا إحنا ما عندنا مناعة. متفائلون ولكن حذرون، حيث أكد الجميع على ضرورة مواصلة التزام الإجراءات الوقائية حماية لأنفسهم وعائلاتهم وأحبائهم، وتجنبا لأي موجة ثانية من وباء كوفيد-19. ونحن أهم شيء نتبع الإجراءات اللي عم يحكوا عنها، ومتفائلين كتير طبعا. عندنا مشاريع طبعا، كل واحد بيرجع لشغله ان شاء الله، وبترجع الامور جزئيا شوي شوي، وان شاء الله الامور بتتحسن. احنا ملتزمين يعني، بس قالوا لنا فتشوا الحظر ساعتين، والله عند البيت قاعد امشي يعني مو بعيد، فان شاء الله يا رب يعني بالعكس طلعاتي يا رب الله يرفع البلاء والوباء ونعيش مرتاحين ان شاء الله ونرد دواماتنا لان بنداوم. لازم الواحد يضل مستمر بهذه الطريقه لأنك تحافظي على أولادك، تحافظي على بيتك مشان العالم كمان. رغم استعدادهم لاستئناف نشاطاتهم بفاعلية، إلا أن عودة نظام الحياة إلى عهده السابق يبقى رهينة مدى التزام الاشتراطات الصحية وسياسة التباعد الاجتماعي. ختاماً أعزائي المشاهدين، وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر، وتشاء أنت من الأمان نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر، وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الدرر، وتظل تسعى جاهدا في همة، والله يعطي من يشاء إذا شكر. إلى اللقاء.